أحد الذين رضوا الحسين، أحد العشرة، إجا متعب منهك ما عارف حتى يشرب الماء، وإذا الحسين بيده ياخذ السقاء ويسقي هذا الرجل. ودخل وقت الصلاة وأذن الحجاج، أحد أصحاب الحسين سلام الله عليه، أذن الحسين سلام الله عليه، التفت إلى الحر: تصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل نصلي بصلاتك. صلى الحسين وقام خطيبا فيهم وقال فيما قال: فإن أبيتم إلا الكراهية لنا وكان رأيكم على غير ما أتتني كتبكم انصرفت عنكم. قال أبا عبد الله: ما هذه الكتب التي تتحدث عنها؟ فأمر أحد أصحابه أن يخرج خرجين مملوئين بالكتب. قال أبا عبد الله: أنا لست ممن كاتبك، أنا عندي أمر من ابن زياد أن لا أردك إلى المدينة وأخذك إلى الكوفة. فهنا انتفض الحسين سلام الله عليه، قال: الموت أدنى لك. وأمر فتيان بني هاشم بأن يركبوا النساء على الهوادج، وأركبت النساء على الهوادج. ومشت هالقافلة وإذا بجيش الحر قد اعترضها. انت تصور قافلة محملة بهوادج وتفاجئها، يفاجئها الطريق وتتوقف، شي يصير بالهوادج؟ ها؟ تتمايل يمينا وشمالا، وإذا بالهوادج تتمايل يمينا وشمالا، وإذا بفخر المخدرات زينب أطلت بني علي. إحنا بمعركة يعني؟ ها؟ شروع على الوالي يلين في كلامه: يا ابني علي لصير سافرتنا ندامة. الحسين يسير والحر يساير، قال لأبا عبد الله: اختار لك طريقا نصفا لا يأخذك إلى الكوفة ولا يردك إلى المدينة. نادى الحسين: هل فيكم من يدل الطريق على غير الجادة؟ نادى الترمح: أنا يا أبا عبد الله. قال له: تقدم وريدك تحدو حتى تهيئ النيات، هدئ النياق فتهدأ بنات رسول الله من الروع. قال: لأنعمنك عينا يا أبا عبد الله. فتقدم وهو ينشد: يا ناقتي لا تذعري من زهر وهاومي قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير يا مالك النفع معا والضر. أيد حسين سيدي بنا بينما صبت بأهله مجدا في المساء، وإذا الطارش ينعى وينادي ويشر: إن قدام مطاياهم مناياهم. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت هنا جاء مرسول من ابن زياد إلى الحر: إذا وصلك كتابي هذا فجعجع بالحسين وأنزله على غير ما وقف. الحسين يسير الحر يساير. قالوا: تسمى كربلاء؟ قال: كرب. الرواية تقول: دمعت عين الحسين: ها هنا محط ركابنا،
وسفك دمائنا أمر بأن تحط القافلة يحط الرحل وكأن وجه سؤال إلى كربلاء يقول هيا كربلاء من جيت ظل محتار مهري في وين قولي طيحتي ويا صوب قبري والتربه اللي تشرب من وداج نحري يا كترب العجل رد جواب لي قالت يا بن ست النساء وقفت حصانا ابو علي وشرفتها بدوستك هذه مكانك تتغسل بدمك وسافيها جفانك بهالمكان الدوس صدرك لعوجية شمر الخنب سيفة يحز زوداج نحراك ضام يا ابو السجاد وتشرف بقبرك هنا نزل الحسين أمر فتيان بني هاشم بأن ينصبوا الخيام هنا خيمة زينب هنا خيمة الأنصار هنا هنا ثم أخذ بيد زينب حتى هيئها للمصيبة يلا عيش ويا الحسين ويا زينب مسك بيدها زينب هنا مصرع ولدي علي زينب هنا مصرع القاسم ثم أشار إلى جهة بعيدة زينب هناك بجانب المشرع مصرع أبو فاضل بعد أبو علي قال لها زينب اسمع اسمع خبرني خبرني جدي يا زينب وأنا أدري خبرني يا زينب جدي وانا ادري شوفيني الشمس صاعد على صدري ماسك شبتي وهبر النحري اخذها قال لها زينب هنا موضع صدري هنا موضع مصرعي هنا يصعد الشمر على صدري هنيئا للزائر لكربلاء هالايام لكن عندي لك وصية بيت الدعاء يا زائر الحسين اتذكر بهالايام إذا دخلت على أبو علي لتجرح مشاعر اسمع هالكم بيت كم بيت أجيبها بخفة بأنين وانت تأمل بيها إذا وصلت إلى كربلاء إذا تريد تزور الحسين شوي راع مشاعره إلزم خاتمك يلتلزم الشباك لا تجرح شعوره ويذكر الخنصو كفن لا تدخل على الحضرة أترجاك اسمع اسمع كفن لا تدخل على الحضرة أترجاك عارب لا كفن ظل بيه يتستاك وإذا عندك ولد لا تدخله وياك يا الله يا الله وإذا عندك ولد لا تدخله وياك أخاف تذكره بطيحة علي الأكبر
اسمع اسمع وبنية صغيرة لا تجيب حذاك وبنية صغيرة لا تجيب حذاك الذكرى برقي حاضن المنحى يا حسين